متظاهرو محافظة النجف المعتصمون في الساحات والشوارع أكدوا أنهم ثابتون على مطالبهم، وعلى رأسها إسقاط النظام الذي يماطل في تحقيق ما انتفضوا من أجله. لكن إحنا اليوم طلعنا ما حد يمثلنا، صار أزيد من 100 يوم شهداء وجرحى انطينا خير من الله، ولحد الآن القمع مستمر، لحد الآن مطالبنا ما تحققت، لحد الآن الحكومة هاملتنا، وفوق هذا دخل البرلمان بعطلته التشريعية مدة شهر ونص، ورغم أن المهلة التشريعية لتحديد رئيس الوزراء شخص رئيس الوزراء انتهت، هم عطلوا البرلمان. ناس قاعدة على الطالب، الطالب تريد حقوقها، يا حقوق، لا الشايب له حق، لا الطالب له حق، يعني القانون ماكو، الدولة تبوق والشعب واقع فيها. كذلك يرى متظاهرو النجف أن التصعيد السلمي ضد النظام بعد انتهاء مهلة الوطن التي منحوها له هو السبيل الوحيد لتحقيق مطالبهم الحقة. خرجنا مساندين لشباب الناصرية، لمهلة الناصرية، مهلة الوطن، بعد أن عجزنا مع الحكومة الشمطاء لمدة 70 يوماً أو أكثر من 70 يوماً من السلمية، خرجنا مطالبين بأبسط حقوقنا لم يعطونا إياها، والآن نحن في تصعيد مستمر من اليوم وإلى أشعار آخر إلى أن تتنفذ مطالبنا. نحن متظاهرو النجف الأشرف قمنا بغلق الشوارع الداخلية والخارجية كخطوة تصعيدية للضغط على البرلمان لتحقيق مطالب الشعب العراقي وإيجاد رئيس وزراء حسب الشروط المتفق عليها، ونحذر البرلمان من التسويف والمماطلة، وإلا سوف تكون لنا خطوات تصعيدية أقوى تبدأ بغلق المطار، وسيكون لنا تصعيد عالي المثيل ليس له سابق، وسوف يرون كيف تكون قوة الشعب ضدهم، وإن شاء الله مستمرون بالتظاهرات والاعتصامات والتصعيد حتى تحقيق المطالب. التصعيد السلمي، يؤكد المتظاهرون في النجف والمحافظات المنتفضة الأخرى أنه الدواء لحكومة فاسدة همشتهم لسنوات طويلة، وأن قمع السلطات الحكومية والميليشيات لتظاهراتهم بأبشع الطرق والأساليب لن يزيدهم إلا إصرارا وعزيمة على تحقيق أهداف ثورتهم.